اهلا بحضراتكم مع عمنا الاستاذ دكتور حسام موافق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك ازي حضرتك؟ اهلا بيك. دكتور عايز قبل ما نتكلم عن عضله القلب يكلمنا عن بهيه لانه وراح ظهر بهيه القلب. لا انا رحت اقول محاضره. تمام. رحت دعوني لمحاضره انا بهرت. بس المشكله انها بهيه واحده. عايزين نعمل بهيه هنا عشان الويتنج ليست، عشان قائمه الانتظار طويله. انما بيعملوا شغل يا استاذ محمود انا ما شفتوش لا في اوروبا ولا في امريكا. والله شغل على ارقى مستوى. احسن اجهزه. وبعدين انا فاكر ان بهيه زمان اعتقادي انها مستشفى بفلوس، او بهيه ده محمد العزبي يا عيون بهيه طلعت مجانا، طلعت بيخدموا الناس في مجانا. فيها جزء كبير مجانا وفي جزء بالفلوس بياخدوا منه يصرفوا. انا سالت النسبه 85% مجانا. فهم يستحقوا نرجو كل واحد عنده يعني مال يتوجه الى بهيه عشان دي مساله يعني عظيمه جدا. الاشد من كده مش عايز اقول دكتور حسام انا اسف، يعني يبقى عندنا بهيه في القاهره وبهيه في طنطا وبهيه في اسكندريه وبهيه في بني سويف وبهيه في المنيا، او اتنين بهيه في القاهره يشيلوا، او بهيه دي تقدر يبقى تقدر تاخد عدد اكبر ان شاء الله. انا كنت رحت قلت المحاضره وفعلا يستحقوا كل خير الناس دي. وبعدين الشد من كده اللي لازم نقف ان سرطان الثدي في السيدات بقت نسبته عاليه جدا جدا. يعني بقى عدد كبير. وبعدين في ميزه كمان، هو لما مش ميزه يعني في حاجه كويسه لما يعني وجود مستشفيات زي بهيه اللي هي الكشف المبكر دي تفرق فرق ولا كان حصل حاجه. بالظبط. برافو ولا كان حصل حاجه. برافو عليك. ولا كان حصل حاجه. الكشف المبكر لسرطان الثدي كان شيئا لم يكن. لا ما فيش حاجه، انها دور برد وعدى. دور برد وعدى. فهو ده المهم يعني. أشكر حضرتك على هذه النصيحة والدعوة للناس أنها تساعد في هذا الأمر الإنساني الكبير. وطبعا في العالم كله رجال الأعمال بيحطوا مش ملايين، بيحطوا مليارات. اللي عندهم فلوس بيعملوا دوت بشكل في العالم كله على فكرة. صح. بهي دي ممكن تحول لجامعة بعد كده على فكرة، يعني جامعة متخصصة أطباء في سرطان الثدي، معهد يطلع منه ناس وممرضات وكل حاجة. عضلة القلب. حضرتك تعرف ان مدير بهية لا يتقاضى مرتب؟ كلهم. تخيل. كل المجلس الإدارة. انا قعدت معاه. أيوة. بعد المحاضرة فبقول له مرتبك عشان اقارنه بكذا جهة. بتدي مرتبات سخية جدا على التبرعات، قائمة على التبرعات. قال لي ما اخدش فلوس. كلهم. قمت سلمت عليه وبوسته. كلهم بيجوا عندنا. برافو عليك. مجلس الإدارة كله تبرع. طبعا الدكاترة بياخدوا، ودي شق مهم انه الدكاتره مبالغ ممكن تتكتب تحس انها كبيره. لا هي مش كبيره، لان الدكتور بيبقى متفرغ ما عندوش اي حاجه تانية غير المستشفى. ما هو ده يدعونا بقى لسؤال هام جدا محير الناس، هو الطب مهنه انسانيه ولا اكل عيش؟ يعني ما تقول لي انت مهنتك انسانيه وامشي اشحت في الشارع بقى. فهو انسانيه عند اللزوم مهمة جدا جدا، اما الاقي واحد غلبان ما اخدش منه فلوس، وانسانية في معاملاتي يعني ما بالغش في كشوفاتي وكده. هي دي الانسانية. انما مش ان انا اشتغل ببلاش، لكن بهية الاداريين لانهم مش دكاترة متطوعين كلهم. ده صحيح. والحمد لله كلهم حالتهم المادية كويسة، يعني ايه بيشتغلوا بنفس قوي يعني. لو بيدفعوا من جيبهم كمان على فكرة في حالات كتيرة يعني. وفي دكاترة انا اعرفهم كتير برضه بيدفعوا من جيبهم، يعني يكون بيشتغل وبيصرف على ناس غلابه عيانين وحاجات زي كده. هي بهية نسبة إلى صاحبة الأرض. أي صحيح، احنا حكينا قصتها كتير. اتفضل يا دكتور. أقول إيه؟ ليه عجبك يا دكتور؟ هو حضرتك إذا كان عندك شوية حساميات النهارده يبقى كويس اتكلمنا في عضلة. في حسامية حلوة يعني. طب أقول. يعني حضرتك بتقول لي إن حضرتك هنتكلم على عضلة القلب. مش كان يعني هنتكلم يعني ايه هبوط قلب وعضلة القلب يعني ايه كده. فانا عايز اسالك انت الاول سؤال، اتكلم على القلب الحراك بقى. اتكلم على القلب ولا على الفؤاد؟ والله الفؤاد نقول إيه؟ الفؤاد ده هيبقى شغلانه بقى صعبه. لا اصل انا دي محيراني بقى لي مده طويله. طب قول للناس يعني ايه القلب وايه الفؤاد حسب ما رايك. دي محيراني لان الاثنين كلمه القلب والفؤاد في ايه واحده. وكان فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. فمحيراني بقالي مثلا 20 سنة. وصلت لحاجة؟ قول. طيب. وصلت معرفش صح ولا غلط، بس يعني رجال الدين يصلحوا لي.
ربنا بيقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. تمام؟ قال إن السمع ما قالش إن الأذن. وقال إن البصر ما قالش إن العين. وقال إن الفؤاد ما قالش إن القلب. يبقى وظيفة القلب هي الشعور الفؤاد هو المشاعر القلبية. تمام. زي العين ما هي بصر. هو عشان كده الفؤاد ليه علاقة كتير بالعشاء. بالحب والحاجات. إنما القلب هو العضو. لكن ما ينتج عن هذا القلب هو الفؤاد بقى. فيها تفسيرات كتير على قلب. يعني هي كان قلب أم موسى فارغا كانت طبعا ابنها وبترميه في المية متوترة جدا. ربط على ايه؟ على العضو نفسه على قلب. على قلبها. وفي ناس كتير قالوا حتى القلب هو في التفسيرات هو العقل. في التفسيرات كده. حاول احرك حاجة. كلمة قلب لها أكثر من معنى. صح؟ إذا الكلمة الواحدة بما لها أكثر من معنى تحير. وبالتالي القرآن مش سهل تفسيره. لأن حضرتك ما تعرفش مراد الله من الكلمة دي. ولذلك حضرتك بص الآية دي بقى كويس. إن أنزلناه قرآنا عربيا يعقلون. يعقلون الكلمة معناها إيه؟ قد تبدو إنها سهلة. هي مش سهلة. هو ربنا سبحانه وتعالى لا يقصد هذا المعنى اللي هو قال الكلمة دي بس لها أكثر من معنى. يعني لما أقول شير بالإنجليزي كرسي خلاص مش معنى تاني. اللغة العربية حاجة تاني. لو كان القرآن نزل إنجليزي كان يبقى له معنى واحد. إنما ربنا نزل قرآنا عربيا عشان نفكر عشان تشغل مخك وعشان يبقى فيه متسع ليوم الدين وفي رأفة. أنا حفسر وبعدية هو نزل يعني ميثاق كده افعل ولا تفعل. هيبقى في ثبات. طبعا في حاجات الدنيا ما فيهاش ثبات. في ثوابت اللي هي العبادات تقريبا يعني مش تقريبا هي الثوابت. انما ما دون ذلك كل واحد يفهمه ممكن الدنيا بتتغير وبتروح وبتيجي. بس عضلة القلب دي بقى رخمة. عضلة القلب دي اللي يدرسها في كلية الطب وما يقومش يسجد ويتعجب لخلق الله يبقى ملوش حق. معجزة يا أستاذ محمود. معجزة عضلة القلب دي. ما دي عضلة اهي اهي بحركها عند اللزوم. لكن بترتاح وانا نايم. وانا نايم خلاص ريلاكسد. خدت راحة 6-7 ساعات تاني يوم تشتغل انها مرتاح. عضلة القلب حضرتك من يوم ما الواحد مسموح لها ابدا يتولد لحد يوم ما يموت ما خدتش راحة خالص. القلب بيدق بين 110 و120 ألف دقة في اليوم. حضرتك احسب بقى واحد عاش 80 سنة دق كم مرة من غير لا تشتكي ولا تاخد راحة كده تقول له لأن لو ريح شوية خلص. فعضلة القلب معجزة من معجزات ربنا. وسبحان الله حضرتك واحدة بتشتغل تك تك 80 سنة. طب هات لي ترومبة. شيء مذهل. هات لي ترومبة تشتغل 8 سنين مفيش من غير لا تغير زيت ولا تغير بساتم ولا حاجه. فهي عضله عجيبه جدا جدا. الاعجب بقى حضرتك لما تروح فندق وتقعد تلاقي فيه وتطفي النور تلاقي فيه لمبه بتنور وتطفي بتاعه الحريقه بتدي دليل ان الجهاز ده شغال. القلب فيه حته حاجه كده تطلع كهرباء نبضه كده تطلع كهرباء كهرباء تقوم كهرباء القلب يقوم ينقبض. طيب ايه اللي مشغل دي؟ لا عصب ولا هرمون ولا حرارة. العصب والهرمون والحرارة يغيروا الاكتيفيتي بتاعت نشاط لما هي بشغل لوحدها. شغل لوحدها. بؤرة موجودة في الأذين الأيمن أمام يمين الوريد الأجوف العلوي موجودة. المكان ده مهم كل جراحين القلب عارفينه عشان ما يمدش المشرط هنا. المنطقة دي منطقة هامة جدا هي اللي مشغل قلبك. اللي هي الأستاذ اللي يعني يطلع كهرباء يروح القلب منقبض يطلع كهرباء. ولما تبطل بنحط له منظم ضربات قلب بدلها. يعني حضرتك بتجيب بقى بطاريه كهرباء اللي بيبقى عنده مشاكل في الكهرباء في الكهرباء في الكهرباء اللي عنده مشاكل في الكهرباء. فعضله القلب عضله غريبه جدا لها ذاتيه ذاتيه مش لوحدها لوحدها تك تك تك. طيب ايه الدليل على كده؟ حضرتك هات قلب بتاع ارنب طبعا او ضفدعه وطلعه بره. طلعته بره قطعته وديته المحاليل لدرجه الحراره العاديه يفضل يشتغل. تفضل هو مش معتمد على حاجه في الجسم خالص. خالص الاعصاب اللي راح القلب تزود العدد. يعني بدل ما ادق 70 يبقى 90 او تقلل العدد بدل 70 يبقى 40
زي الرياضيين درجة حرارة الجسم تعليه، درجة حرارة 37 لو بقت 38 يعني العصب السمبتاوي يعليه واللا سمبتاوي يوطيه، انما هو له اون الاكتيفيتي بتاعته يعني عارف لو طلع بره الجسم خالص وقطعنا الاعصاب اللي هي بتغذيه يفضل يشتغل. فده عجب يعني. وبعدين بقى الجسم كله في حاجات كل تشريحه شكله مختلف وكل حاجه، فهي عضله عجيبه. تتعب تتعب بامراض امراض كثيره جدا ممكن تلتهب. يعني عندنا مرض شهير جدا احنا افردنا له حلقه الحمى الروماتيزميه، طبعا طبعا بتلهب العضل بتلهبها فتتعب، فتبتدي عشان تدي نفس كمية الدم وهي ضعيفة تقوم تعلي العدد، يبقى نبض الولد صغير حوالي 130 أو 140. ليه؟ عشان يفضل كمية الدم اللي طالع قال ثابتة. تمام. أنا كنت قوي بطلع في الدقة 70 سنتي يبقى محتاج 70 دقة. طب إذا كانوا 30 سنتي يبقى محتاج 140 دقة طبعا عشان أحافظ على نفس كمية الدم. تمام. فإصابات عضلة القلب من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا. قد يهبط لسبب الضغط العالي، الضغط يأثر. لكن احنا عندنا قلبين، وانا مره بقول لحضرتك كده قلت لي ما اقدرش احب اتنين عشان ماليش قلبين. احنا عندنا قلبين لازقين في بعض، قلب شمال وقلب يمين بنعتبرهم قلبين، هو البطين الايسر والاذين دول بيعتبرهم الدكتور، والبطين الايمن والاذين الايمن قلب تاني. ده بيدي دمه للرئه وده بيدي دمه للجسم. فلما يبقى العين ضغطه عالي الناحيه الشمال تبتدي تاثر تتضخم، وممكن الشريان التاجي الشريان التاجي ممكن نقص الدم للعضله يتعبها. حضرتك انت محتاج ميه قد كده في الفدان ده مفيش ميه، طب ما هو الفدان هيتأثر الزرع. طبعا طبعا طبعا. فده الأسباب. في حاجات بلا سبب يعني تأثر عضلة القلب وتكبر وتفشل بلا سبب، لا فيروس ولا بشكل مفاجئ ولا بشكل بتيجي بالتدريج بالتدريج. الحمد لله دلوقتي عندنا أجهزة كثيرة جدا أستاذ محمود، كثيرة جدا جدا تقدر تكشف عضلة القلب في التشخيص وفي المتابعة. انا اديت ادويه عايز اشوف الراجل اتحسن ولا لا. فالموجات الصوتيه بتدينا ارقام نقدر بيها نعرف ده ماشي عدل ولا ماشي مش صح. تمام. خصوصا الاهلي غالب النهارده. الاهلي كسب. طيب نيجي بقى نقول انه العضله بيحصل لها حاجه مفاجاه، دي ما لناش علاقه بيها. المفاجاه هي انسداد الشريان التاجي، فجزء من العضله راح. حضرتك عندك مثلا 30 في حته دم ما جاتش، يبقى انا شلت 10 يبقى انت شغال ب 20 بس، وشغاله العضله شغاله بس مش بكفاءه. حضرتك عندك في الاستوديو هنا 6 مصورين، في 2 غابوا، هتشتغل ب4 هتشتغل اقل من الاول. تمام. بس في جلطات شغاله. طيب يعني مش حاجه قاتله. ايه علاقتها بقى بالجلطات؟ جلطه الشريان التاجي اذا حصلت بتمنع تغذيه جزء من عضله القلب. يبقى الباقي هو اللي هيشتغل، هتشتغل بضعف شويه. فبيقيسوا العضله يقول لك مثلا ده 60 65 برافو 45 برافو. بس الرقم ده ساعات بيقلق ناس لانه طالع بيرسنت، طالع في الميه. فالناس فاكره ان الطبيعي 100%. مفيش كده، لا خالص، الطبيعي 65 او كده. ده رقم مهم. الفرق بين العضله وهي ما هو العضله بتعمل كده وكده، كده هتبقى طويله وكده هتبقى قصيره، بنحسب ديل دي. ف 65 ده رقم كويس جدا. اصل مره زمان انا عملتها فقال لي 60% ده كويس، قلت 60% كويس قال لي ده ناجح على الحوض. فقال لك ان ده رقم كويس. لما تبقى تعبانه يبقى الرقم كام؟ من تحت 50 نبتدي نبص كويس. من تحت 50 يبقى مش كويس. 45 40 في مرضى 28 وفي 30 اللي هي كلمه ايجكشن اي اف. طب ايه اللي ممكن يفعله الانسان يضر بهذه العضله اللي هي اهميه كبرى؟ الاهمال الجسيم. في مش الدكتور اللي عمل اهمال جسيم بيخش السجن؟ مظبوط. طب اشمعنى العيان اللي مش مهمل لا ما هو بيخش السجن؟ هو بيخش التربه. لا قبل التربه في السجن. يعني مريض سكر ربنا يعافيكم ويطول عمركم جميعا جميعا ان شاء الله. فمرض ياخد العلاج، طب ما انت هتاثر على شرايين القلب وبالتالي بالراحه بقى. السكر وعلاقته بهذه العضله. برافو. اشرحها لنا بقى حضرتك بالراحه كده عشان انا بشوف ناس كتير
يقول لك يا عم انا مش عارف غلبت في السكر، وهو مش قادر يستوعب السكر بيودي لفين. فبدل ما احنا بنتكلم على العضله نتكلم عن علاقه السكر اللي هو مرض الشعب المصري جدا هو الضغط بيسوء حاله العضله. تاثير السكر شخصيا على العضله نادر جدا. تمام. يعني مفيش واحد عنده عضله نتيجه ان السكر عالي الا طيب. بقى ده في بيبرز ليوصف 10 حالات يبقى عمل معجزه. يبقى ده الشاذ ملناش علاقه بيه. العلاقه بين السكر والشريان التاجي. الشريان التاجي هو الشريان المسؤول عن تغذيه عضله القلب. خلاص يبقى لنا علاقه 100%. برافو. يعني العضله دي اللي بيدخلها الاكل والشرب الشريان التاجي. ايوه فبيضيق فبيأثر على العضلة. السكر. ضبط السكر بدري والالتزام بالعلاج بيحميه فتره طويله جدا جدا من التاثير السلبي بتاع السكر. يعني انا دلوقتي عندي سكر وظابط السكر. هتبقى كويس. واخد بالي من الاكل واخد بالي من كل حاجه ومظبط سكري 120. هتبقى كويس. تمشي كويس جدا. طبعا هيبقى مش زيك زي واحد ما عندوش سكر. لكن هتمشي كويس. مفيش مشاكل. اول ما خرف هيحصل مشاكل ان الشريان يضيق. طب ده انا بدي دم قد كده للعضله. قال حضرتك عندك ماسوره الميه اللي جايه لبيتك انا ضيقتها لك. تفتح الحنفيه تلاقي الميه مع الوقت العضله تتأثر. تتأثر مع الوقت. مع الوقت تتأثر. طيب ليها اشارات؟ طبعا. طيب طبعا. لا اشارات رسم القلب العادي ورسم القلب لا مبهور. ليها اشارات للشخص الالم في صدره. الالم بس الالم حتى ده وصلنا لمرحله شويه متاخره. لا حتى الالام الصدر حتى في مرحله متاخره جدا ممكن تكون مش موجوده في مريض السكر ودي كارثه للاطباء. إيه ده؟ يبقى عنده شريان تاجي ومش متألم ليه؟ من مضاعفات السكر المشهوره جدا جدا التهاب اطراف الاعصاب. تاني تمام. والرجلين بتتشال. ايدين ورجلين والصوابع خلاص مش حاسس برجليه ومنمله مش حاسس بايديا والشبشب بيقع مني ما احسش التهاب اطراف اعصاب. طب ما الاعصاب اللي بتنقل الالم من القلب ملتهبه مش هتنقل يبقى ممكن يكون امال ايه ده خطيره جدا. يبقى عنده شريان تاجي وسعيد جدا وبيطلع السل وينزل ما عندوش الاشاره. وعشان كده الانسان فجاه عشان كده روتينيا لمرضى السكر يفحص قلبه كل روتين ما يستناش الالم كل 4 اشهر يعني 3 مرات في السنه. يعمل فحص. يعمل فحص ضروري. طب فحص بالاجهزه ولا فحص بالكشف الاول؟ الاول يعني الكشف لا يكفي. الاول يروح للدكتور. لا كشف لا يكفي. لا يكفي. لا يكفي. يعني لازم ايكو. هنجريه على السير. الايكو ده بيعمل العضله؟ لا الايكو على العضله بس انا عايز الشريان. الشريان برسم قلب مكود. بس الايكو يدي مؤشر العضله تعبانه يبقى في حاجه. بالظبط. حضرتك دلوقتي زي واحد سائق ثالثه. بالظبط. انا ايوه سائق ثالثه. معلوماتك دلوقتي تسقطني ليه؟ ما هو تالتة ده كويس قوي. حد بيوصل لتالتة في الطب. حد يوصل لتالتة في الطب. بس تعبير لطيف ده سائق تالتة. طيب عايز تضيف ايه حضرتك في هذه في موضوع العضلة ده؟ ايه التاني غير السكر؟ تدخين. تدخين. بيعمل ايه تدخين؟ بيعمل فساد في الشريان التاجي ألعن من السكر. فما بالك بقى لو واحد ما عنده سكر وبيدخن. لا لسه التالتة. ايه الضغط العالي. تمام. واحد عنده سكر وضغط عالي وبيدخن مش يبقى عايز الضرب. حضرتك احكم. انا بقول لحضرتك ما تقلقش يا هوبي. فالضغط ياثر على الشريان التاجي. الضغط والسكر ولاد عم. احنا سنه 2020 ما نعرفش ليه مريض السكر ضغطه بيعلى بس ولاد عم. نادرا لما الاقي مريض سكر ضغطه طبيعي خاصة. يا سلام. خاصة بص بقى الكلمة العجيبة اللي جاي بعد العلاج. يعني لما ياخد دواء السكر يبتدي ضغطه يعلى. أول ما نبتدي على من دواء السكر؟ في بقى نظريات كتيرة يقول لك لما خد تحت الدواء الدراسة الحكاية ياخد صوديوم. ده احنا 2020 يا أستاذ. احنا سنة 2020. تلات أرباع مرضى الضغط اسأله يقول لك ضغطه سكر. ضغطه إيه العلاقة اللي بينهم؟ العلم عاجز. عاجز عن إنه يعرف ازاي السكر يقلل الضغط. ما هو اكيد 100% له علاقه بس غير معروفه. طيب يبقى قلنا الضغط والسكر والتدخين. السكر والتدخين. كوليسترول. من هو كوليستروله عالي حافظ على شريانه التاجي جدا جدا. على فكره اللي انا بقوله ده اسمها عوامل الخطوره. يعني كل واحد ياخد باله منها. يمنع التدخين لو كان يعني والله حييه وارفع له القبعه. يظبط السكر ما يبقاش مهمل والضغط ما يسيبوش ولا يسيب الدواء والكوليسترول
طب الكورسور يقول لي طب انا مولود كده صح، عنده جين في اجسام بتعمل كده، لكن هنقول له كلمه مهمه جدا، كل ما خرج من الارض صحي وكل ما مشي على الارض غير صحي. ما عدا السمك، السمك أكلة عظيمة جدا، يعني نخلي أكلنا البروتين الحيواني يوم بعد يوم. هيبقى عندنا يعني السمك اللي هو السردين برضو والتونة والحاجات ديت، يعني أي حاجة ليها علاقة بالبحر يعني. مش يعني بلاش اللحوم خاصة لو كان السمينة، يعني اللحم السمين ده خطير جدا جدا جدا. هيقول لي طب العيال وأنا مش عارف إيه، أنت غير العيال، خلي العيال عشان تقعد للعيال يعني، وعايز عشان تبقى للعيال، اكلهم هم اللحمه و... لا، وفي نقطه مهمه الاباء والامهات يخلوا بالهم منها، اكل الاولاد بره بيتهم. احنا عندنا دلوقتي نسبه سمنه غير عاديه في اللي تحت 14 سنه، غير عاديه. عندنا ترهل ثديين في الاولاد عالي جدا، بيترفض فيه في الكليات العسكريه طبعا، تمام، من اكل بره. اكل بره فيه كميه دهون عاليه جدا 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 جدا. على فكره مش كل اكل بره يعني، هو بس هم بياكلوا السندوتشات العجيبه دي، هي دي من قصدي عليها، بس مش عايز اقول اسم عشان لا ما نقولش اسماء، ما نقولش اسامي. وكل حاجه ما كله عجيب، يا في زيت بكميه رهيبه جدا، يا محطوط فات في اللحمه المفرومه بتاعتهم. عشان يبقى له طعم، تعرف تاكل الطعميه من غير ما تبقى في طاجن الزيت اللي هو مغلي 900,000 دي صحيه جدا. دي صحيه جدا. ازاي حضرتك الزيت اللي بتقلي فيه الطعميه ده طلع من الارض ولا مش على الارض؟ طالع من الارض يبقى صحي. بس ده بيبقى مغلي 3 اشهر هيجيب مرض تاني، بس الكوليسترول لا. طعميه صحيه جدا. والفول بزيت الزيتون، زيت الحار، زيت الذره، كل زي كويسه جدا. كل ما خرج من الارض اطمن له. كل ما مشي على الارض ما تطمنلوش. عضله القلب بقى من الاجزاء اللي في القلب اللي ما نقدرش نلعب فيها، يعني ممكن نغير صمام، نغير شريان، نعمل وصله، نعمل لا، عندنا عضله القلب نشيل القلب كله ونحط له قلب دي. ما عندناش لسه، ما حصلتش في مصر، بس عندنا مرضى. انا عندي مرضى غيروا بره زارعين قلب. ايوه هي مشكلتها كبيره جدا، ان حضرتك زراعه الكلى انت بتاخد كلوه من واحد صاحي، مفيش حد يديك قلب له كلوه. زراعه الكبد بتاخد نص فص من واحد صاحي. انما القلب لازم يكون عنده موت اكلينيكي، ما ماتش. ايوه موت جذع مخ، يعني قلبه لسه شغال. واجمع الاطباء على ان ده مش هيعيش تاني، ناخد قلبه نديله واحد تاني. مظبوط. ودي يعني دي لازم يخش معانا الازهر، ده قوانين وقصه والنائب العام عشان نعمل. لا وبعدين قصة كده. انت بتخطف القلب في ثانية وبتشيله في ثانية وتوديه في كلها، قصة طويلة جدا. بس هي عملية سهلة، ما يتحفظش، ما هياش صعبة. الجراحة نفسها جراحة سهلة، بس هي والمصريين العثور على قلب صحيح، والمصريين ماهرين جدا فيها. اللي اشتغلوا بره يعني زمايلي واعرفهم يقول لك بنعمل مثلا 3 في الشهر زرع قلب. بس احنا عندنا، لان احنا مش معترفين يا استاذ محمود ان الراجل ده مات. انا كنت مع مره رحمه الله عليه الشيخ طنطاوي، كان اياميها مفتي، ما كانش شيخ الازهر. وكنا قاعدين قاعده وكان معانا رحمه الله عليه دكتور عبد المنعم حسب الله، استاذي ومعلمي طبعا وحبيب قلبي ونسيبي. طب تمام، ابني اتجوز حفيدته. طب حلو جدا. المهم دكتور كان دكتور كبير جدا، ما شاء الله عليه، علمنا طبعا. فالشيخ طنطاوي بناقشه في موت جذع المخ، قعد يسمعني ساعة. كان صبور جدا. ايوه، وكان عصبي جدا وهادي جدا. بس معايا كان هادي، كان عصبي جدا بس كان. بعد ما خلصت مناقشة ساعة قال لي للراجل اللي بتتكلم عليه يا دكتور حسام تقدر تدفنه؟ قلت له لا. قال لي يبقى صاحي. قلت له بس هو ميت. قال لي ده في رأيك، بس تقدر تدفنه؟ قلت له لا. قال لي بلاش. طيب راجل وجاله موت جذع مخ وقعد عندك 6 اشهر، احسب العده لمراته من ساعه ما انت قلت ده موت جذع مخ ولا لما يدفن؟ قلت له ما اعرفش. قال لي نوزع الميراث وهو عندك لسه في الرعايه؟ فحط لي اسئله. فقلت له بهت الذي كفر. فخلص. لا مش بهت، كل الاسئله دي عليها اجابات كثيره جدا. انا ما اعرفش يعني، ما فيش حد جاله جذع مخ وعاد للحياه ابدا بتاتا. ابدا. فدي مساله يعني السعوديه صرحت بقفل الاجهزه عنه.
السعوديه طبعًا. فالرزحت بقفل الاجهزه. ما هو احنا عندنا مشكله كبيره جدا، واحد في مستشفى اليوم ب 6000 جنيه وهو ميت وقعد 6 اشهر، ده خرب البيت. هل من حقي انا وبعدين ما فيش حد في العالم كله رد ابدا، ولا حتى رد بغيبوبه ولا رد بعدم ذاكره، ما يردوش ابدا. استاذ محمود انا رئيس عنايه مركزه بقالي 25 سنه مفيش واحد رجع، ما يرجعش. ما يرجع منين؟ ما يرجعش تاني، ما يرجع منين؟ كان عندي واحد بس في توه كده يعني. بس في توه ومركز ابوه عندي بقاله شهرين، والراجل بيدفع في القصر العيني بعلاج باجر يعني. فقال لي انا بقول لك اطفي الجهاز، انا ابنه بقول لك اطفي الجهاز. قلت له بص بقى الجهاز ده زي الاباجوره، له كوبس كده هشاور لك عليه، شيل انت، شيل انت الكوبس وانا هعمل نفسي مش شايفك. انت عايزنا موت ابويا؟ قلت له عايزنا انا اللي موت ابوك. فاحنا ما عندناش قرار لا من النائب العام ولا من الازهر ولا من الكنيسه تقول لنا ان الراجل ده ميت. لسه عايزين اجتماعات ويا ريت ندوات ومؤتمرات يطلع بيها قرار ان الراجل اللي نتاكد. هتقول لي طب اتاكد زي ما هو جايز غيبوبه، اقول لك برافو عليك. اقول لك برافو عليك، خمسه وما يخشوش مع بعض وسنهم كبير ويكتبوا ريبورت، واذا الريبورت طلع زي بعضه يبقى خلاص. خمسه اساتذه كبار فوق ال70 وكل واحد لوحده يكتب ريبورت ونشوف الريبورت زي بعضه ولا لا، ما يخشوش سوا عشان ما حدش يقنع التاني. طيب موت جذع المخ واضح وضوح شمس ولا في كلام؟ في خطأ الغيبوبة، ان الراجل ده ممكن يكون في غيبوبة وانا بقول موت جذع مخ. الخطأ ده مردود عليه كتير جدا لان دلوقتي في ابحاث كتير جدا تقول لي لا ده مش غيبوبة. يا ما اذا انا عايز اعرف يعني هل جذع المخ باجهزة معينة يتعمل على المريض لا يثبت؟ ممكن يثبت من غير ما اقرب لجذع المخ، بحدقة العين، بايديه، بحاجه كذا حاجه، بكشف يعني. مش مهم ايه هو اللي بنعمله، لكن يستطيع العلم طبعا بدقة متناهيه ان يثبت انه جذع مخ. طبعا يقدر طبعا، وان ده مش غيبوبه خلاص. بس هي دي القضيه، يقول لك احسن يكون غيبوبه وانتوا هتفصلوا الاجهزه. لا احنا ما نغلطش في تشخيص موت جذع مخ. وبعدين عشان في شك خلاص، عشان اشيل الفيشه هجيب خمسه اساتذه فوق ال70 يعني عاقل، خبره كبيره، خبره، وكل واحد يخش لوحده ويكتب تقرير ونشوف اذا كانوا الخمسه زي بعض نشيل الاجهزه. لان حضرتك لا تتخيل الناس بتعاني ازاي من الفلوس. انا يا خبراء، انا مره قلت لوزير الصحه، قلت له طب ما انت زي ما بتغسل للناس ببلاش اول ما يبقى موت جذع مخ ادفع انت. قال لي لا ده ارقام خياليه، ارقام موت الغسيل انا بعيشه. هي مساله الحقيقه محتاجه يعني محتاجه نظره كبيره ومحتاجه مؤتمر. يعني مش مؤتمر، محتاجه قعده، محتاجه قعده من المتخصصين يقعدوا مع بعض، مش تلفزيونات ولا كلام من ده خالص خالص خالص، يقعدوا مع بعض ويشوفوا هل ده في صالح الانسانيه، والله بيحب كل حاجه تبقى في صالح الانسانيه. صح، دي مساله مش عايزه جدال يعني. صح، فاذا كان في مصالح الانسانيه خلاص، لانه بيستفيد ناس كتير. لا وبعدين غير كده يا استاذ محمود، يعني انا يعني هم قافلين الباب. انا سالت النائب العام اياميها، قلت له طب اللي خد اعدام لا مثلا ده ميت ميت، انا هاخد اجهزته. قال لا دي لا انسانيه. قلت له يا راجل ده بقى انت تموت واحد تقول لي انسانيه وانا اخد اعضائه بقى مش انسان؟ قال لي لا ما عنديش ما يسمح انك تاخد، هو هيعدم انا هصحيه وناخد اعضائه هيستفيد منها 2 كبد واتنين كلى وهو هيسأل قرنية. هيسأل، هو مش هنعملها غصب عنه طبعا بموافقة أهله، يعني هو يوافق أو أهله يوافق، وجايز اللي بنعمله ده يغفر له لأنه بيعيش. بقول لحضرتك واحد اتنين هياخدوا كلاوي واتنين الكبد واتنين قرنية واحد قلب وعظام. وبعدين إذا كان هنقول حرمانية عظام إيه عظام؟ بنك العظام، ناخد عظم من الحوض الواحد مكسور، بنك العظام عندنا فاضي. لا اشرح لي، ما اعرفهاش. العظم انسان لما يتوفى ممكن اخد اجزاء من عظمه اركبها لواحد تاني. ده الميت، ده الميت لا ده ايه دي بتتعامل في بتتشال في بنك زي بنك الدم. لا يعني بعد الانسان ما يتوفى بقد ايه تقدر immediately يعني في الحال زي الاعدام بالظبط. يعني ما ينفعش بعد تاني يوم؟ لا اذا اتكلمنا في حرمانيه نقل اعضاء يبقى نتكلم في حرمانيه نقل الدم. طب ما الدم عضو
هو كل حاجه باخد 500 سنتي منك يقول لي لا يؤثر على حياتك. طب ما انا لما اشيل برضه. طب احنا ليه ما عندناش تبرع بعظام الموتى؟ ما فيش وعي جامد يعني. ما عندناش الوعي. طب يعني وبعدين حضرتك احنا ممنوعين احنا نقدم للميت، ممنوعين بحكم حتى مرة. لو الميت متبرع ما فيش حد بيرضى. ده القرنيات حضرتك بتخلي واحد يشوف. القرنيه دي بتبقى بعد قد ايه من الوفاه؟ immediately برضو. ما دي حاجات عايزه اجراءات. لا في تاخد يعني حضرتك انت العيان بيتوفى في القصر العيني واهله معاه اللي في المستشفيات، لكن الناس ما عندهاش الوعي انه ده طفل هيشوف، اعمى هيشوف، مش متخيلين دي. انا هجيب معايا مره هنا طفل عامل زراعه قرنيه عشان يكلم الناس، كان اعمى وشاف، راح المدرسه واتجوز وخلف. بس انا اول مره اعرف حكايه العظام دي. يعني انت ممكن حضرتك تاخد الركبه تشيلها عندك. لا مش ركبه، عظام، حتت عظام كتف مثلا، دراع. تشيلها عندك. تشيلها عندي البنك و بس ما تعملهاش كوارع وكده. لا تشيلها. طيب يا دكتور انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نلتقي على خير ان شاء الله. الف شكرا جزيلا. شكرا ليك، تصبحوا على خير.